الله يبارك. قاعد السي رشيد، قاعد قاعد السي رشيد، قاعد. زيد زيد اخويا رشيد، زيد. ها راه خرج هذيك جر هذيك باش يتبعوك. بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام في داخل وخارج الوطن، تحياتي لكم كبيرة الاخوان. اليوم مجددا احنا اخوان في اقليم سطات، اليوم عد اخ وصديق جديد الاخوان لاول مره، ان شاء الله غادي يصور معنا عبر القناه ديالنا الاخوان. ان شاء الله ما تشوفينا الاخوان، لنا لكم عوده ان شاء الله باذن الله. اللهم يسر ولا تعسر الاخوان. بس هذا الاخوان رئيس السميه ديالو وحس السميه ديالي. سي رشيد كيداير؟ كيفاش؟ رشيد مبصير. رشيد مبصير، تبارك الله على السي رشيد، بخير؟ لاباس عليك؟ الله يحفظك. احنا دابا اول خطره كنصوروا معك السي رشيد، دابا المتابعين ديالنا غتقول لهم حنا بالضبط البلاصه فين كاينين، فين كنتواجدوا؟ دوار بني زرار. احنا في ولاد بوزيري، دوار بني زرار، اقليم سطات. اقليم سطات. شحال اخويا رشيد، شحال داخلين على القدرو؟ شي 7 كيلومتر ولا 8 اللي داخلين على الكودرون. هما الاخوان داخلين شي 7 ولا 8 كيلومتر على الكودرون اللي داخلين اخوان. واخا خويا اش نوجد الاخوان ان شاء الله اليوم باش يشوفوا في هذا الفيديو؟ ها؟ معمرات، رانا كنشوف الحولية السيري دير، الحولية كنشوف فيه. شحال موجد من حولية الاخوان؟ 30، ومعاه الحولي، ومعاه الحولي الاخوان. ان الاخوان السي رشيد اليوم موجد لكم 30 راس ومعها الحولية الاخوان. تبارك الله، اللهم بارك، تبارك الله. هيا اطلق هذيك وشد وحده اخرى الاخوان، اللي شديتيها اطلقها شي وحده اخرى الاخوان يشوف. تبارك الله الاخوان، اللهم بارك. اي حيا تبارك الله. زيد الحولية السي رشيد شحال تكون عندها؟ شحال تكون عندها مشهر؟ 8 اشهر، يعني واكبر الحولي. معمره هي الاخوان، الحولية الاخوان، السيرة كتعمر الحولي، راه كيعمر الاخوان في الحوليه. هانتوما الاخوان، تبارك الله، اللهم بارك، تبارك الله. نجيو عندنا هنا الاخوان. السي رشيد، كاين البرد هنا غندخلوها لداخل باش نكملوا مع الاخوان، باش يكون الصوت واضح وباين ان شاء الله باذن الله. تبارك الله، حلا مراد. غادي ندخلوا الاخوان داخل على حساب البرد الاخوان، باش يكون الصوت واضح وبين ان شاء الله باذن الله. زيد زيد، تبارك الله الاخوان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تبارك الله. سي رشيد، العيب والو؟ لا، كاينه وحده شنو هي فيها لاطراس ديال شي حبوب ولا جوج؟ نشوفوها. كاينه وحده الاخوان فيها شي لاطراس الاخوان. اييه راه هذه الاخوان نيت، راه كانت كتعمر من الحوليه الاخوان. ها هي قال لكم فيها شي لاطراس. ها هي الاخوان، ها هي بالنسبه للاخوان اللي بغاها راه يديها، واللي ما بغاهاش يحيدها. اييه تبارك الله، اللهم بارك. زيد خويا، زيد 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 زيد, زيد. اييه تبارك الله الاخوان، الحوليات راه وافيات ما شاء الله، اللهم بارك. العيب الاخوان قال لكم السي رشيد لا، وحده اللي فيها لاطراس الاخوان، جوجات. اي وحده شنا السي رشيد الاخرى نشوفوها حتى هي، الا كانت قدامك راه ورا الاخوان يشوفوها. بالنسبه اللي بغاها راه يديها، واللي ما بغاهاش يحيدها. زيد خويا، زيد خويا. الاخرى الاخوان، اييه تبارك الله، الله يبارك. صافي الاخوان، هذه هي الثانيه اللي كاينه الاخوان، تبارك الله. الحولي الاخوان، نشوفوا الحولي اخويا رشيد، زورين الحولي، حولي باليه ما شاء الله، اللهم بارك الاخوان. والحولي تبارك الله الاخوان سخون، يعني ديال الطراقه الاخوان. انا شفتوا الاخوان كيفاش كيخدم، اللهم بارك. نشوف السن ديالو، السن 2 الحليب.
استنى الاخوان اسنان الحليب تبارك الله العيب والو والو, والو العيب في هذا الحولي تبارك الله الاخوان قال لكم العيب هزز هز الناس شوفوا تبارك الله الاخوان العيب قال لكم الاخوان والو العيب قال لكم ما فيش الاخوان تبارك الله الله يبارك واخا سي رشيد هذه الحوليه عاطينك فيها خويا شي ولا كطلب فيها عداك 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 حيت الخروف خويا رشيد قلت لي 47 فيها حنا عطينا 52 52 راه ما كايناش 47 عطينا لك كما سمعتوا الاخوان قال لك الاخ رشيد عاطينه 2350 درهم هو كيطلب 1600 درهم هي 52000 ياك كطلب 52 كيطلب 52000 الاخوان هو راه عاطينه 47 الاخوان اللي عاطينه 47000 الاخوان 30 حوليه الاخوان كاينين جوجات اللي فيهم لاطراس ياك السي رشيد جوجات اللي فيهم لاطراس واخا السي رشيد الحولي شحال كطلب فيه الحولي بغى فيه 130 الحولي باغي فيه 130 واش فيه شي حبه تحت منه ولا على طرا ولا 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 طاسيله هذيك كاينه على الحليله كاينه ها هو اللي بغاه ما حب هاي هي اللي بغاه راه يديه واللي ما بغاش يخليه الاخوان هذا الاخوان حولي زين بلاتي شد 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 اي هذه شوفوا هذه راها قاصحه الاخوان تقدر تكون ولسيسه الاخوان وما عندها ما دير حولي في صحه جيده المهم الاخوان حنا اللي كاينه مداوي كنا من دواء ها مداوي داكي كل شيء على هذا الحبوب وعلى كل شيء اي حنا نوريو الاخوان نوريهم اللي كاين فهمتيني وهذيك الساعه راه الاخوان راهم كيتفرجوا تبارك الله حولي الاخوان راكم شفتوا الطريقه كيفاش كيتعاملوا مع الحوليه في هذا الولسيسه الاخوان هي اللي كاينه فيه اللي جاتني كاينه فيه المهم اللي بغى الاخوان ها هو مرحبا واللي ما بغاش قلت لي حولي شحال بغيت 130 الحولي الاخوان باغي فيه 6500 درهم اللي بغى فيه الاخ رشيد تبارك الله الله يبارك خويا رشيد الرقم اللي غيتواصلوا معك به الاخوان 06 45 34 22 65 الاخوان الاخ رشيد اول خطره كنصوروا معاه راكم عارفين الاخوان الانسان ملي كيكون اول خطره كيصور كيكون شويه ارتباك وشويه ديال وشويه ارتجال ياك اخويا رشيد ها وان شاء الله المره الثانيه والثالثه ان شاء الله غتعود ان شاء الله باذن الله الحولي الاخوان كما كتشوفوا حولي سخون الاخوان هذا ما نعودوا عليه هضره حولي كيفاش تابع الاخوان كيفاش كيتبع كاع الكرام عمرات 8 ولا 10 8 ولا 10 عامرات هنا في الدار عامرات هنا الاخوان عدوا في الدار شي 8 ولا 10 من هذا الحولي هذا تبارك الله الاخوان حولي ما شاء الله الاخوان كيشوفوا كل شيء في الكاميرا تبارك الله على السي رشيد الله يسر لك الامور تبارك الله عليك اللهم يسر ولا تعسر دراري الله يعاونكم اللهم يسر تحياتي الاخوان من داخل وخارج الوطن الى فيديو قادم ان شاء الله باذن الله اللهم يسر ولا تعسر هذا تا هو لاباش واحد نبيعو ليه اييه ودابا شوف دابا شوف دابا سبحان الله العظيم دابا هو الاخوان هاد الحولي راه كنديروا الاخ رشيد ديروا ملهي ديروا ملهي ونقز من ليه جا بغى يتصور الاخوان قال لكم الاخ رشيد راه اللي بغاه بغى فيه 4000 درهم راه باغي فيه 4000 درهم الاخوان لا عيب لا والو غرام ما فيهش سن سن ديالو فرش اسنان الحليب اسنان الحليب هذا راه بدري الاخوان وباقي يلا بدا كيغلط تبارك الله الله يبارك زيد من اللي جيتي جيتي ندوزو كل الاخوان سي رشيد تبارك الله عليك الله يسر الامور اللهم يسر ولا تعسر